الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: لبنان في عين عاصفة قوية تشتد الثلاثاء المقبل، والأجهزة المختصة تدعو المواطنين إلى الاستعداد لمواجهتها. معارك داريا في القلمون ودرعا، وسان الثورة تؤكد مقتل العشرات من حزب الله ولواء أبو الفضل العباس في السيدة زينب. الوكالة الذرية تدخل موقع أراك، والرئيس الإسرائيلي يقول إسرائيل ليست عدوا لإيران. وفي النشرة تتابعون في الرياضة: خسارة جديدة للنجم في بطولة لبنان لكرة القدم، والعهد يتصدر مؤقتا. أهلا بكم. الحراك السياسي في إجازة فعلية اليوم، بعد أن وضع كلام رئيس الجمهورية ميشيل سليمان النقاط على حروف انتشار السلاح غير الشرعي بالأمس، ليؤكد أن أي سلاح خارج منظومة الدولة ووحدة قرارها يتحول جزءا من أدوات الصراع على السلطة أو الهيمنة أو قوة احتياط لتسعير النزاعات والحروب الأهلية، مجددا الدعوة إلى القيادات المسؤولة لتحمل مسؤولياتها بتأمين النصاب لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الموعد الدستوري. أمنيا، الهدوء التام سيطر في طرابلس وسط مطالبات بضرورة الإسراع في القبض على كل المتورطين في جريمة تفجيري مسجدي السلام والتقوى. في هذا الوقت انشغل اللبنانيون بالعاصفة أليكسا التي ستضرب في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا وأن صورة الأربعاء الماضي وما رافقها من سيول وفيضانات لم تغب عن بالهم بعد. الثلوج التي كللت جبال لبنان والأمطار التي تساقطت ما هي إلا البداية لما سيكون عليه الأسبوع المقبل. إنها أليكسا القادمة بقوة نحو لبنان، العاصفة الروسية القطبية التي تحمل برد سيبيريا إلى شواطئ المتوسط اعتبارا من ليل الثلاثاء، وتقيم لأيام حاملة معها الأمطار الغزيرة والثلوج والسيول والرياح. بداية العاصفة يعني بعده مبدئيا مساء الثلاثاء، هلا ممكن نبلش تشتي الأربع بعد الثلاثاء بعد الظهر، وبتقوى ليلة الثلاثاء الأربعاء، وبتكون غزارة الأمطار يعني قوية كتير صباح الأربعاء أو فجر الأربعاء، وبيستمر تساقط الأمطار بشكل قوي لحد ظهر الأربعاء. بعد ظهر الأربعاء بيصير في عنا هواء شمال شوي، بتخف غزارة الأمطار، بس بيصير في تساقط للثلوج بالمرحلة هالفترة هيدي، بين ما تخف غزارة الأمطار والهواء يصير شمالي على ارتفاعات بحدود تقريبا 800 متر. بيتفرع منا عاصفة تانية اللي هي يورجو، اللي بتوصل نهار تقريبا قوتها بتكون نهار الجمعة علينا، وبداية تأثيرها اللي هو مهم كمان من ثلاثة بعد الظهر. بنلاحظ الاتجاه شمالي، الهواء الشمالي البارد بالإضافة إلى رطوبة البحر المتوسط، مما يؤدي إلى كمية رطوبة كبيرة وانخفاض أول بدرجة الحرارة. إنه في عنا سرعة هواء خاصة ليلة الثلاثاء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس توصل لحدود تقريبا 80-90 كم بالساعة. كمية الأمطار اللي حتنزل من ثلاثة بعد الظهر لحد السبت مساء نهاية العاصفة هتكون كمية جيدة من الأمطار. احتمال تراجع حدة أليكسا ليس واردا، بل قد تزداد فعاليتها إذا ما تمركزت الرياح القطبية فوق أجواء لبنان. الوزارات والإدارات المعنية تنتظر مثل المواطن وصول العاصفة دون القيام بأي إجراءات تذكر، وكل ما صدر هو بلاغ عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بأن لبنان سيكون تحت تأثير طقس عاصف وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج على ارتفاعات منخفضة. ولذلك أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالإنابة العميد إبراهيم بصبوص أمرا للقطاعات العملانية من أجل البقاء على أتم الاستعداد لمساعدة المواطنين في المناطق المقطوعة طرقاتها واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها تسهيل حركة السير على مختلف الطرقات، كذلك التنسيق اللازم مع الجيش اللبناني والإدارات العامة المعنية والبلديات. وطلبت من السائقين القيادة بحذر وعدم سلوك الطرقات الجبلية إلا عند الضرورة، وتجهيز سياراتهم بالسلاسل المعدنية واتخاذ إجراءات احترازية كتعبئة خزان الوقود وحمل ملابس وأطعمة إضافية وإسعافات أولية والاتصال برقم الطوارئ 112 بحال تعرضهم لأي طارئ. بدورها دعت مصلحة الأبحاث العلمية إلى فتح المجاري والسواقي تحذيرا للثلوج والجليد في البقاع والجبال، كما دعت مزارعي الكرمة وأصحاب البيوت البلاستيكية إلى الانتباه لتساقط الثلوج وتراكمها. مرحلة أليكسا تنتهي السبت، وقد تؤثر على حركة الملاحة، ولكن هذا الأمر مرتبط بكل رحلة على حدة.
أسف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لتعرض دير معلولة للاعتداء، مناشدا المعنيين إعادة الراهبات. كما طالب المسؤولين اللبنانيين عدم العبث بمصير الوطن من أجل حسابات سياسية ومادية. ناشد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مندوبي الأمم المتحدة التدخل من أجل إرجاع الراهبات إلى دير معلولة أو إلى دير آخر، مجددا مطالبته الدول المعنية بالحرب في سوريا إلى العمل الجدي للإفراج عن المطرانين إبراهيم واليازجي. هذه الدعوات جاءت في عظة الأحد من بكركي، والتي لم يستثني منها البطريرك الراعي الوضع اللبناني، مطالبا المسؤولين بالكف عن العبث بمصير المواطنين. معا نصلي لكي يمس الله ضمائر المسؤولين في لبنان الذين يتسببون من دون أي رحمة في قلوبهم بإفقار المواطنين وحرمان العديد من العائلات المسكنة والآمن والمأكل والدواء، ويعبثون بمصير شبابنا وأجيالنا الطالعة من خلال إمعانهم في شل المؤسسات الدستورية ومنع تأليف حكومة جديدة تكون على قدر التحديات الكبيرة والمخيفة، ومن خلال عرقلة الحياة الاقتصادية وإغراق البلاد في الديون المتنامية وتغطية الفساد وسرقة المال العام وتفشي السلاح غير الشرعي والتحريض على القتال وممارسة العنف والاعتداء على المواطنين الآمنين العزّة، والكل من أجل أهداف وحسابات سياسية ومادية رخيصة. البطريرك الراعي حيا جهود الجيش اللبناني وتضحياته في سبيل توفير الأمن لأهل طرابلس ووقف القتال وإعادة الحياة إلى طبيعتها. بالرغم من تخصيصه المؤتمر الصحفي للحديث عن قضايا مسيحيي الشرق وموضوع راهبات معلولة والمطرانين المخطوفين في سوريا، اختتم الوزير جبران باسيل مؤتمره بخلاصة انتخاب رئيس قوي في لبنان. بعد في حدا اليوم مسيحي مسؤول أو مواطن في يقبل أنه ما يجي رئيس مسيحي قوي؟ والتعريف الرئيس المسيحي القوي يمكن بده محاضرة وحده، بس ما بيضيع قوي بطائفته، هيدا القوي أكيد، قوي بشخصيته، قوي بوطنيته، قوي بفكره. ما بنقدر نروح بتفكير أنه رئيس اليوم لبنان بعد بيحمل رئيس مسيحي غير قوي، وبعتقد هيدي مسلمة فينا نتفق عليها وعلى تعريفها وعلى تحديدها وعلى احترامها، وفينا نقول انه ما بتعني شخص واحد، في الأقوى ايه، بس هنقول رئيس قوي. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش اللبناني أوقف على حاجز وادي حميد في عرسال سيارة قادمة إلى لبنان من نوع كيا فضية اللون، وفي داخلها 4 أشخاص سوريين بينهم امرأة، وقطع كلاشينكوف وذخائر وقنابل يدوية وعبوتان صغيرتان وأمتعة عسكرية. لقي القائد الميداني في حزب الله علي حسين صالح الملقب بالشيخ هادي مصرعه في الاشتباكات التي تشهدها منطقة القلمون في سوريا، وأفيد أن صالح من بلدة العباسية قضاء صور، وسيشيعه حزب الله عصر اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الحزب قد شيع أمس في بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل قتيلا آخر هو قاسم غملوش الذي لقي مصرعه في المنطقة نفسها في سوريا. أعلنت وكالة سانا الثورة مقتل 50 عنصرا من ميليشيا حزب الله ولواء أبو الفضل العباس في منطقة السيدة زينب وبساتين حجيرة، في وقت اشتدت المعارك على الجبهات الشمالية في جبال القلمون. وأفاد ناشطون عن سقوط أكثر من 15 قتيلا بنيران كتائب الأسد، بينهم 7 أطفال سقطوا بمجزرة ارتكبها الشبيحة في النبك. We'll be right back.
بشكل مباغت وسريع تسلل عناصر من فصائل الثوار إلى المنطقة الواقعة في ريف دمشق، ووصلوا إلى مقرات حزب الله وأبو الفضل العباس في محيط السيدة زينب، واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة ومسدسات كاتمة للصوت، ما أدى إلى سقوط أكثر من 50 شخصا في صفوف أتباع الأسد حسبما أعلنت وكالة سانة الثورة. في المقابل واصلت كتائب الأسد قصفها العنيف لمدن وبلدات النبق ومعلولة وجبال القلمون، حيث تحدث ناشطون عن ارتكاب عناصر تابعة لقوات النظام مجزرة بحق 7 أطفال بعدما أقدموا على ذبحهم وإرسلوهم بسيارة إلى مدينة يبرد، في وقت تحدثت وسائل إعلام النظام عن تحقيق بعض التقدم في عدد من المواقع وسط اشتباكات على طريق الأوتوستراد الدولي دمشق حمص. إلى العاصمة تعرضت الأبنية في القابون وبرزة إلى قصف بالمدفعية الثقيلة والرشاشات، في وقت شنت عصابات الأسد حملة مداهمات في أحياء باب السلام والقيميري في دمشق القديمة. المواجهات بين الجيش السوري الحر وكتائب الأسد اشتدت على الجبهات الشمالية، حيث اقتحم الثوار حاجز سياسي استراتيجي في أكثر من جبهة، وسجلت معارك عنيفة في حي الشيخ سعيد ومحيط مبنى المواصلات وتلة الشيخ يوسف، كما تصدى الجيش الحر إلى الطيران الحربي الذي أغار على الأحياء المحررة في حلب. وفيما دمرت كتائب الأسد المسجد الوحيد في زور الحيصة في ريف حماه الشمالي، استهدف الثوار بصواريخ محلية الصنع مطار حماه العسكري. وبعد يوم دام في الرقة دارت مواجهات بين الجيش الحر وقوات النظام المتمركزة في الفركة 17 شمال المدينة. القصف امتد إلى الغنط والدال الكبيرة وجورة الشياح في حمص، حيث تعرض أيضا أحياء الرستن وتلبيسة والوعر وقلعة الحصن لاستهداف عشوائي. وفي جبهة الجنوب السوري نجح مقاتلو الجيش الحر في السيطرة على حي الكاشف، فيما تعرض أحياء درعا البلد وطريق السد والشيخ مسكين وإنخل في درعا وريفها إلى قصف بالمدفعية الثقيلة. ربط أمين عام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوة إلى مؤتمر جنيف 2 للسلام الخاص بسوريا المزمع عقده في 22 من الشهر المقبل بما سينتج عنه اجتماع جنيف في 20 من الشهر الحالي بين المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي. سيتم توزيع الدعوات لحضور مؤتمر جنيف 2 في شأن سوريا على أطراف المعارضة وحكومة النظام السوري في 20 من الشهر الجاري، هذا ما كشفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وفي اليوم الختامي للقمة الإفريقية الفرنسية في باريس أكد بان أنه يلتقي المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي لعرض تفاصيل مؤتمر جنيف 2، مؤكدا العمل لتشكيل حكومة الانتقالية بسلطات تنفيذية كما جاء في قرارات مؤتمر جنيف 1. وفي مواكبة لملف الجهود الآيلة للإفراج عن الراهبات المختطفات، أشارت مصادر لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن لا معطيات أكيدة حتى الساعة عن الجهة الخاطفة، رغم اليقين بأن الخاطفين هم فصيل إسلامي متشدد من غير تحديد هويته. وذكرت أن الراهبات لا يزالن في الأراضي السورية، وأكدت هذه المصادر أن اختطاف الراهبات أحرج كل الداعمين للمعارضة السورية، موضحة أن الأوساط الدولية باتت على يقين أن الجهة الخاطفة متمردة على الجيش السوري الحر الذي يرفض هذا العمل، كما هي متمردة على النظام السوري. وفي ذكرى مرور 1000 يوم على بدء الصراع المسلح في سوريا، حذرت مفوضة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي كريستالينا جورجيفا من أن سوريا تواجه الأزمة الإنسانية الأكثر كارثية خلال عقود. وعلقت المفوضة الأوروبية الأمال على مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده مبدئيا في 22 من الشهر المقبل لإنهاء الأزمة السورية. وناشدت المسؤولة الأوروبية المجتمع الإنساني الدولي بأسره والأطراف المشاركة في الصراع السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين. في الشأن النووي الإيراني، الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدافع عن الاتفاقية الانتقالية بين الدول الكبرى وإيران، ورئيس الإسرائيلي شيمون بيريز يبدي استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، مؤكدا أن إسرائيل ليست عدوا لإيران. في المقابل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزور مصنع إنتاج المياه الثقيلة في أراك.
دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن الاتفاقية الانتقالية التي توصلت لها الدول الكبرى مع إيران حول برنامجها النووي الشهر الماضي، إلا أنه أكد أن التوصل إلى اتفاق مثالي من شأنه أن يفكك حتى آخر مسمار البرنامج النووي الإيراني هو أمر غير واقعي. وتعهد أوباما بتصعيد العقوبات على طهران والاستعداد لشن ضربة عسكرية على مواقع محددة إذا فشلت طهران في الالتزام بتعهداتها بنصوص الاتفاقية الانتقالية. وفيما رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق يمثل صفعة لإسرائيل، برز اليوم موقف لافت من تل أبيب، حيث أعرب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز عن استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، مؤكدا أن إسرائيل ليست عدوا لإيران، لكنه أشار في المقابل إلى أنه لا يجوز لإيران تهديد العالم أو الحصول على سلاح نووي. ووصف بيريز الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني بالخلاف داخل العائلة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما صديق حقيقي لإسرائيل. في غضون ذلك بدأ مفتشان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بزيارة مصنع إنتاج المياه الثقيلة في أراك في إطار اتفاق للتحقق من المواقع النووية الإيرانية. وأوضح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن خبيري الوكالة الدولية للطاقة الذرية باشرا عملهما في الصباح وستستمر بعد الظهر، وأضاف أن المفتشين سيعودان إلى فيينا مقر الوكالة الدولية في المساء. وتخشى الدول الغربية من إمكانية استخدام المفاعل النووي في هذه المنشأة في إنتاج بلوتونيوم مخصب بدرجة تمكن إيران من تصنيع سلاح نووي، غير أن طهران تقول أنها تستخدم المفاعل في أغراض طبية، ووعد طهران وفقا لاتفاقها مع الدول الكبرى بوقف العمل وعدم تزويد منشأة أراك بالوقود لمدة 6 أشهر. كلف اتحاد الإذاعات العربية مديره العام بمتابعة تنفيذ الالتزام الوارد من قناة المنار وإذاعة النور وتفويضه باتخاذ أي إجراء في حق المجموعة في حال العودة للمخالفات. وهدد الاتحاد بسحب عضوية قناة المنار في حال إخلالها بالموضوعية في تغطية الأحداث في أي دولة عربية بعد تقدم القناة وإذاعة النور باعتذار لمملكة البحرين عما ورد في تغطية الأحداث التي وقعت بها. كذلك تعهدت المجموعة اللبنانية للإعلام باعتماد الموضوعية في تغطيتها لأخبار الدول العربية وما يجري فيها من أحداث واحترامها للمعايير المهنية. وفي النشرة بعد الفاصل، جنوب إفريقيا تستعد لجنازة مانديلا والملك عبدالله يصفه بالزعيم الكبير. استعدادات غير مسبوقة لجنازة حكيم إفريقيا نيلسون مانديلا، ومواطنو جنوب إفريقيا يشاركون في يوم صلاة وتأمل من أجل الزعيم الراحل. وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يؤكد أن مانديلا لعب دورا في حرية جنوب إفريقيا ويصفه في برقية تعزية بالزعيم الكبير. فيما تواصل جنوب أفريقيا التحضيرات لجنازة حكيمها الراحل نيلسون مانديلا، بدأت شخصيات عالمية رفيعة بإعلان مشاركتها في التشييع الذي سيجري في 15 من الشهر الجاري لوداع ماديبا. واشنطن أعلنت أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيتوجه الثلاثاء إلى جوهانسبرغ للمشاركة في حفل تأبين مانديلا المناضل ضد التمييز العنصري. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس السابق جورج بوش سينضم إلى أوباما على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في زيارة جنوب أفريقيا هذا الأسبوع. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد أن الرئيس نيلسون مانديلا لعب دورا في نيل جنوب أفريقيا الحرية، وعبر خادم الحرمين في برقية تعزية بعثها إلى عائلة نيلسون مانديلا والرئيس جاكوب زوما عن مشاركته لهم الألم في خسارة هذا الزعيم الكبير. من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام بان كي مون سوف يشارك الثلاثاء في جوهانسبرغ بمأتم مانديلا، كما سيتوجه سياسيون بينهم رؤساء دول سابقون وحاليون وفنانون وزعماء روحيون من جميع أنحاء العالم إلى جنوب أفريقيا من أجل المشاركة في جنازة هذه الشخصية العالمية. وفي إطار التحضيرات الجارية للجنازة، استدعت وزارة الدفاع جنود الاحتياط للمشاركة في الاستعدادات لجنازة مانديلا.
بدورها أعلنت وزارة الصحة توليها عملية تحضير جثمان الزعيم الراحل استعدادا لموكب التشييع الذي سيبدأ يوم الأربعاء ويمتد لثلاثة أيام، حيث سينقل الجثمان من المستشفى العسكري في بريتوريا إلى مقر الرئاسة، وسيكون جثمان الزعيم الأفريقي متاحا لزيارات العامة من الأربعاء حتى الجمعة بالمقر الرئاسي في العاصمة، كما سيتم تخصيص حافلات لنقل المشاركين من أماكن تجمع محددة إلى مقر الرئاسة، وتساعد السلطات إلى إحياء مراسم تأبين ضخمة الثلاثاء بملعب لكرة القدم في جوهانسبورغ، وهو الملعب الذي استضاف مباريات كأس العالم العام 2010، حيث ألقى مانديلا خطابه الأخير. أكثر من 36 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى سقطوا اليوم في هجمات متفرقة بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ضربت بغداد ومناطق عدة. وأوضحت مصادر أمنية أن أكبر الهجمات وقعت في منطقة البياع في غرب بغداد، وكان مسلحون فتحوا النيران على متاجر لبيع الخمور في شمال بغداد، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 4، ما دفع الأهالي إلى الإعلان عن إضراب عام اليوم. أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن إجراء تغييرات في عدد من المناصب السياسية العليا في البلاد شملت عددا من الوزراء، فيما أبقى الحزب على 3 وزراء في مناصبهم وهم الدفاع والخارجية والمعادن. في خطوة وصفت بمحاولة تهدئة الشارع السوداني، اعتمد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تشكيلة حكومية جديدة. الحكومة شهدت خروج عدد من أبرز مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير. نائب رئيس الحزب الحاكم نافع علي نافع أكد أن التغييرات في الحكومة ومؤسسة الرئاسة شملت أغلب المقاعد، موضحا أن الحزب الحاكم قام بتعيين الفريق بكري حسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية، وحسب عبد الرحمن نائبا للرئيس، وإبراهيم غندور مساعدا للرئيس. كما شهدت الحكومة السودانية الجديدة تغييرا في أغلب الحقائب الوزارية، خصوصا في 3 وزارات سيادية وهي الداخلية والمالية ووزارة رئاسة الجمهورية. هذا وأبقى الحزب على 3 وزراء في مناصبهم وهم الدفاع والخارجية والمعادن. ولاحظ متابعون أن إعلان المؤتمر الوطني السوداني القيام بتعديل كبير على مستوى الحقائب الأساسية بشكل منفرد يعكس مدى حجم وعمق أزمة الحكم، فالأزمة الاقتصادية والسياسية العميقة التي تضرب بالبلاد كانت تقتضي الوصول إلى اتفاق سياسي يؤسس لبرنامج انتقالي يجمع القوى السياسية المختلفة. وزاد الطين بلة استقالة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه لتشكل العلامة الأبرز في هذا التغيير، فالرجل ظل يتحرك على مستويات مختلفة في قمة هرم السلطة التنفيذية منذ انقلاب البشير في أواخر الثمانينيات، وبالتالي فإن تشكيلة مؤسسة الرئاسة الحالية لا تعكس توازنا سياسيا أو جغرافيا، بل ربما تكرس لدور أقوى للمؤسسة العسكرية على حساب الحزب الحاكم نفسه. وفي النشرة بعد الفاصل، مصالحة في عكار برعاية الرئيس سعد الحريري. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. لبنان في عين عاصفة قوية تشتد الثلاثاء المقبل، والأجهزة المختصة تدعو المواطنين إلى الاستعداد لمواجهتها. معارك ضارية في القلمون ودرعا، وسان الثورة تؤكد مقتل العشرات من حزب الله ولواء أبو الفضل العباس في منطقة السيدة زينب. الوكالة الذرية تدخل موقع أراك، والرئيس الإسرائيلي يقول إسرائيل ليست عدوا لإيران. يسيطر الهدوء التام على عاصمة الشمال إثر الاتصالات المكثفة التي نجحت في تجنيب المدينة نار فتنة أراد بعض المندسين أن تحصل. وفي هذا الإطار عقد نواب طرابلس وفعالياتها اجتماعا مساء أمس في منزل اللواء أشرف ريفي الذي دعا أهالي المدينة للتعامل مع القوى الأمنية لتحقيق الاستقرار.
التطورات التي حصلت في طرابلس خلال الأيام الأخيرة حضرت في منزل اللواء أشرف ريفي، حيث عقد اللقاء التشاوري الدوري في حضور النواب سمير الجسر ومحمد كبارة وبدر ونوس والنائب السابق مصطفى علوش والمستشار السياسي لرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة. اللواء ريفي وفي مقابلة خاصة مع تلفزيون مستقبل شدد على أن الاقتصاص من مرتكبي جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام باب للأمن والاستقرار في المدينة. صرنا يومين الحمد لله المدينة تعيش نوع من الهدوء الأمني، إنما هدوء مشوب بحذر معين يتطلب منا جميعا من قيادة الجيش من فعالية طرابلس من أهل طرابلس اليقظة ومواكبة الإجراءات الأمنية الأخيرة بعناية خاصة منعا لتحقيق أهداف المتربصين بالمدينة من أي احتكاك مباشر ما بين الجيش اللبناني وبين أهالي المدينة. يعني الفتنة اللي كانت تحضر وئدت يمكننا القول مرحليا، إنما يجب أن نستقبل إجراءاتنا. اتهمتم من قبل حزب الله بأنكم تمولون يعني المحاور القتال في باب التباني ودائما تتهمون بهذا الأمر، شو ردكم على هذا الكلام؟ برأيي حزب الله هو آخر فريق ممكن يتهمنا بهالشيء هذا. الكل اللبناني بيعرفوا قديش ميزانيته اللي هي خارجة عن إطار الشرعية وكيف بيوزعها، وجزء منها عم يجي على طرابلس ومنعرفها بالتفصيل، ومنعرف قديش عنده سلاح غير شرعي وغير قانوني وخارج عن إطار الشرعية، وقديش بيبعت منه كذلك الأمر على طرابلس، وبنعرف حتى خطوط إمداد أسلاح وخطوط الإمداد المالي. في بعض السياسيين عنده موازنات خاصة من حزب الله لتمويل مجموعات مسلحة في مدينة طرابلس. برأي اتهام المملكة العربية السعودية هو اتهام باطل، اتهام غير مبني على أي أدلة. أنا عم بحكي كخبير أمني، كان من السابق لأوانه الاتهام باتجاه المملكة العربية السعودية. الكل منعرف أنه ما عنده سابقة باتجاه هالأعمال الدنيئة، ما عنده ولا تاريخ بهالتوجه هذا. اللواء ريفي أكد أن خيار طرابلس هو الدولة وأن أمنها تؤمنه البندقية الشرعية من دون سواها. رأى النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن الهدوء الذي تشهده طرابلس يعكس رغبة حقيقية لدى أبناء المدينة بعدم الوقوع في الفتنة. كلام الحوت جاء في مداخلة مع برنامج كلام بيروت. هذا الهدوء يعكس رغبة حقيقية لدى أهل طرابلس بعدم الوقوع في الفتنة ورفض كل أبعادها بشكل واضح ومباشر. الأمر الثاني الحقيقة أنه هذا الهدوء النسبي اللي أتمنى أن يستمر هو نتيجة الحقيقة للحد من التخبط اللي كان عمال يحصل بين من كان يسير عدد من المجموعات الأمنية الميدانية في طرابلس، وبالتالي إعطاء الجيش الإمرة لكل القوى الأمنية أعتقد أنه ضيق الهامش على كثير من المناورات. المشكلة أن هناك فريق لبناني رهن مصيره بمصير النظام في سوريا، وجميعنا يدرك وهذا الفريق اللبناني تحديدا يدرك أن هذا النظام إلى زوال، ولكن زواله سيكلف مزيد من الدماء وسيكلف مزيد من الوقت. ليس لنا حل سوى التمسك بخطاب فخامة رئيس الجمهورية والدعوة إلى الالتزام باتفاق عدة، وأن نأمل أن يتعقل هذا الفريق ويعود إلى تقديم مصلحة لبنان على مصلحة أي محور إقليمي. من جهته أكد رئيس اتحاد بلديات الفيحاء نادر الغزال للبرنامج ذاته أن طرابلس ورغم الأحداث الأمنية المتكررة لا تزال تحافظ على تنوع نسيجها الاجتماعي. هذه المدينة محبة للحياة، لم تكن يوما من الأيام لا ظلامية ولا تكفيرية، مدينة تتمتع بنسيج وطني مميز، وآمل فعلا أن يتم العون فعلا للحفاظ على هذا النسيج. المجتمع المدني في طرابلس على الرغم من كثرته وعلى الرغم من خليني أقول هون يمكن شوية نقد ولكن نقد بناء، على الرغم من تشتت المجتمع المدني إلا أنه جميعه بمكوناته حي. دور البلدية كسلطة محلية يجب أن تكون الحاضن، هذا اللي نحن حريصين عليه، أن نفعل دور المجتمع المدني. والحقيقة من ضمن المبادرات اللي قامت فيها البلدية هي إنشاء ما سمينا المجلس المدني لمدينة طرابلس. نحن ما انتهينا، نحن بالبدايات، هناك خلل عم نسعى أنه فعلا نقطر العمل المدني، ولكن بعتقد أنا عم بيعطي صورة فعلا صورة طبيعية والحقيقية لمدينة طرابلس. مصالحة بين عشائر العرب في سهل عكار برعاية الرئيس سعد الحريري وحضور فعاليات المنطقة.
رعى الرئيس سعد الحريري ممثلا بالنائب هادي حبيش حفل مصالحة بين عائلتي الشيخ وواكد في بلالة الحيصة في سهل عكار بحضور عدد من نواب عكار وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل محمد المراد ومنسقي المستقبل خالد طه وسامر حدارة. كما حضر الحفل ممثلو الأجهزة الأمنية في المنطقة وممثلو عائلتي الشيخ وواكد. نلتقي هنا في هذه الدار الكريمة لنكرس اتفاقا بين الأهل وأفراد العائلة الواحدة من آل الشيخ وآل واكد مبني على المحبة والتآلف فيما بينهم وعلى البركة والتسامح والنقاء قلبا وروحا. كما ألقيت كلمات باسم العشائر شددت على أهمية التسامح والغفران. وإن كان هذا الفرح منشوبا بالألام لفقدان شقيقي خير الله الشيخ، لكن وجودكم بيننا هنا يكبر في نفسي ويجعلني أعيش في عالم آخر، عالم تسود فيه المحبة ويعم فيه السلام، لنأخذ من هذه المشاعر الصادقة التي التقت حولنا اليوم خير حافز وخير داعم لنا على العيش بسلام ووحدة واطمئنان. ليعم الصلح أرجاء الوطن ولنقول بأننا أخوة لا تفرقنا دماء وإنما تجمعنا الدماء. وفي الختام تم إلباس حبيش عباءة تكريما لجهده ودوره في إتمام المصالحة. وفي النشرة بعد الفاصل، مركز سرطان الأطفال في لبنان يقيم عشاءه الخيري. مركز سرطان الأطفال في لبنان يقيم عشاءه الخيري السنوي في مارم خيل بحضور شخصيات سياسية واقتصادية. احتفاء بأحد عشر عاما من النجاح أقام مركز سرطان الأطفال في لبنان في محطة السكك الحديد في منطقة مارم خايل عشاءه الخيري السنوي بحضور أكثر من 800 شخص، تقدمتهم اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان ممثلة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس فؤاد السنيورة وشخصيات سياسية واقتصادية. كما حضرت من الأردن رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان الأميرة غيدة طلال. رئيسة المركز سلوى سلمان أشارت إلى أن المركز تكفل منذ تأسيسه في العام 2002 بعلاج أكثر من 900 طفل مصاب بالسرطان. صحيح عالجنا 150 طفل جديد هالسنة، بس يلي صحيح كمان أنه إجينا أطفال مصابين كتير أكثر من هيك وما قدرنا نعالجهم. كل واحد منا بيعرف شو يعني طفل مصاب بالسرطان وما قادر يتلقى العلاج المضبوط. ساعدوني تنساعدون. إشارة إلى أن هذا العشاء يشكل أحد أبرز أنشطة جمع التبرعات لتمويل عمل المركز. تمكنت فرق من الدفاع المدني وأطفاء بلدية صيدا من السيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم في منشرة أحمد دلكي في المدينة الصناعية في الجديدة صيدا. وفيما اقتصرت الأضرار على الماديات، حضرت دورية لقوى الأمن الداخلي وباشرت التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق. دقت الفعاليات الاقتصادية في صيدا ناقوس الخطر الذي استدعى جولة لتيار المستقبل دعما لتحريك الأسواق خلال الأعياد. الوضع الاقتصادي المحتضر في البلاد تحت وطأة الوضعين السياسي والأمني والشلل الحكومي وسبل تحريك أسواق صيدا مع اقتراب فترة الأعياد كانت محور الجولة التي قام بها وفد من منسقي التيار المستقبل في الجنوب برئاسة ناصر حمود لكل من جمعية تجار صيدا وضواحيها وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب. الهيئات الاقتصادية في المدينة دقت ناقوس الخطر الاقتصادي. يعني نستطيع القول بأن ما نمر فيه اليوم هو من أسوأ الأيام لم نشاهده من 30 سنة.
لأنه نحن كنا عم نقول نحن واقفين على الهاوي، نحن بلشنا ننزل بالهاوي. وخير دليل على هذا أنه اللي عم نشوفه من إقفال المؤسسات، من تسريح لموظفين وعمال. طبعا الاقتصاد هو متعلق بالسياسي وبالأمني، بس ما الوضع الأمني يرتاح لوحده الاقتصاد بيتحسن وبينتعش. وغادر اللي عم نشتغل عليه بصيدا مع كل الفرقاء، عم نتعاون لحتى نرجع ننشط الحركة الاقتصادية. الوضع السياسي تقاطع مع الوضع الأمني مأثر على الوضع الاقتصادي، ونحيد بركي هالسياسي شوي عن الاقتصاد حتى ينتعش المواطن الصيدي والجنوبي. حمود رأى أن الجميع في لبنان هم في قارب واحد، إذا غرق الكل سيغرق. بعد الفاصل في الرياضة، بايرن ميونخ يسحق بريمن ويواصل تحطيم الأرقام في الدوري الألماني لكرة القدم. والآن إلى الصفحة الرياضية مع محمود سمورة. مساء الخير محمود. مساء الخير رشا، يعطيك العافية. مرسي، تفضل. أخبار الرياضة، أهلا بكم. اعتلى العهد مؤقتا صدارة بطولة لبنان لكرة القدم بعد فوزه بصعوبة على مضيفه السلام زغرتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما وصل النجم إهدار النقاط عندما سقط على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا أمام الرسنج بهدفين مقابل ثلاثة، وذلك في الجولة التاسعة للبطولة. عدنان ملحم منح الرسنج التقدم في الدقيقة 38، وعدل النجم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعدما حول محمد مطر الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ. وقبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق اشتعلت المباراة بعدما تمكن النجم من التقدم عبر أكرم مغربي، لكن المتألق عدنان ملحم أدرك التعادل في الدقيقة 88 قبل أن يخطف لاسينا سورو هدف الفوز لفريق الرسنج في الوقت القاتل. وضمن الجولة ذاتها تغلب شباب الساحل على التضامن صور بهدفين دون مقابل، أحرزهما على التوالي وسيم عبد الهادي وكريست رمي لورانيون. واصل بايرن ميونخ عروضه القوية وأبقى سجله خاليا من الخسارة في آخر 40 مباراة عندما سحق مضيفه فيردر بريمن بسباعية نظيفة في الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم. وشهدت المباراة عودة النجم الفرنسي فرانك ريبيري بعد تعافيه من إصابة في ضلعه ليسجل هدفين ويصنع هدفين آخرين، فيما تناوب على تسجيل الأهداف الأخرى كل من البلجيكي دانييل فان بويتن والكرواتي ماريو مانزوكيتش وتوماس مولر وماريو غوتسي، ليعزز الفريق البافاري صدارته للبوندسليغا ب 41 نقطة بفارق 4 نقاط عن الثاني باير ليفركوزن الذي تمكن بدوره من إلحاق الهزيمة ببروسيا دورتموند في عقر داره بهدف وحيد أحرزه الكوري الجنوبي سون بيونغ مين. في إنجلترا يسعى أرسنال إلى مواصلة انتصاراته والابتعاد أكثر في الصدارة عندما يستضيف الليلة أفرتون في ختام الجولة 15 من البريمير ليج، هذه الجولة التي شهدت خسارة هي الخامسة لمانشستر يونايتد هذا الموسم، وجاءت هذه المرة على يد نيوكاسل، كما خسر تشيلسي أمام ستوك سيتي، فيما أضاع مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين عندما تعادل مع ساوثهامبتون ليتراجع إلى المركز الرابع خلف تشيلسي، في حين تقدم ليفربول إلى المركز الثاني بعد فوزه الكبير على ضيفه ويست هام يونايتد. يبدو أن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح ريال مدريد الإسباني بات قريبا جدا من مغادرة أسوار النادي الملكي، فبعد ساعات من تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية كشفت فيه عن اتفاق تم التوصل إليه مع نادي موناكو الفرنسي يقضي بانتقال دي ماريا في الميركاتو الشتوي، أظهر النجم الأرجنتيني غضبه الشديد بعد تبديله في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ليلة أمس أمام أولمبيك تشاتيفا في ذهاب دور 32 من كأس إسبانيا. وتجاهل دي ماريا مصافحة مدربه كارلو أنشيلوتي ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء متوجها إلى غرف خلع الملابس.
أوقف دالاس مافريكس مسلسل انتصارات بورتلاند تريل بليزرز على أرضه الذي امتد لثمان مباريات عندما هزمه على ملعبه مودا سنتر بولاية أوريغون بفارق نقطتين فقط وبنتيجة 108 نقاط مقابل 106. المباراة شهدت منافسة قوية حيث تبادل الجانبان التقدم أكثر من مرة، ولم يتمكن فريق دالاس من حسمها لمصلحته إلا مع الصافرة النهائية عبر هذه السلة للاعب مونتا إليس. فازت سيدات أمريكا في الجولة الثانية لبطولة كأس العالم لمركبات التزلج بوبسلي التي جرت في ولاية يوتا الأمريكية، وتمكن الفريق المؤلف من إلينا مايرز وآجا إيفنز من الفوز بالذهب اليوم الثاني على التوالي، علما أن المركزين الثاني والثالث أيضا كانا من نصيب سيدات أمريكا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وفي منافسات رباع الرجال كان اللقب لنصيب الفريق الأمريكي بقيادة ستيفن هولكم. ومع هذه المشاهد نأتي إلى ختام أخبار الرياضة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. والآن إلى النشرة الجوية. كتل هوائية باردة نسبيا عم بتأثر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لليوم الأحد الجو العام بلبنان عم بيكون غائم وممطر مع عواصف متفرقة، انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تساقط الثلوج مكمل معنا اعتبارا من علو 1500 متر، بس أيضا من المتوقع نشهد انفراجات واسعة اعتبارا من فترة بعد الظهر. نسبة رطوبة أدناها 60 أقصاها 90%، اتجاه الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 وال 35 كيلومتر بالساعة، بتشتد بتوصل ل 50 كيلومتر بالساعة. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 21 درجة. أقصى درجات الحرارة المتوقعة تجاهها اليوم نبدأ عن طرابلس 20، 19 بجبال، 20 درجة صيدا الصور و21 للعاصمة بيروت، 11 درجة بالقرعون وزحلة، 12 لبيت الدين، 4 بفقرة و3 درجات أقصاها للأهل. في الختام يبقى التذكير بالعناوين. لبنان في عين عاصفة قوية تشتد الثلاثاء المقبل، والأجهزة المختصة تدعو المواطنين إلى الاستعداد لمواجهتها. معارك دارية في القلمون ودرعا، وسام الثورة تؤكد مقتل العشرات من حزب الله ولواء أبو الفضل العباس في السيدة زينب. الوكالة الذرية تدخل موقع أراك، والرئيس الإسرائيلي يقول إسرائيل ليست عدواً لإيران. وفي الرياضة خسارة جديدة للنجم في بطولة لبنان لكرة القدم، والعهد يتصدر مؤقتاً. نهاية النشرة، إلى اللقاء.